تتوقف حكايتنا عند أغنية من العصر الذهبي للموسيقى التونسية. الحب يبان من العين والقلب هو دليله، ماهوش بالفم حرفين، من قالهم يا حليل المحبة ماهي بالفم هو عنوان نغمنا، ويعود إلى فترة الثمانينات. غنته الفنانة التونسية زهيرة سالم، ولحنه عبد الحميد ساسي، وكتب كلماته الشاعر رضا الخويني. الطريف في هذه الأغنية هو أن الجمهور التونسي استمع لها ووجد فيها من روح موسيقاه التقليدية ومقاماتها، وداعبت نغماتها آذانه ورددها دون أن يعلم أن تسجيلها تم في لبنان بأداء الفرقة اللبنانية. أما سولو آلة الكمان فهو من أداء أحد أمهر وأرق عازفي الكمان في وطننا العربي، وأترك مفاجأة اكتشافه بعد حين. وردت أغنية لمحبة ماهي بالفم في نمط شعبي استلهم روحه الشاعر رضا الخويني من عديد إيقاعات البلدان المجاورة الشقيقة. وفيما يلي نتعرف على تفاصيل القصة يرويها هو بنفسه. ضيف البرنامج الشاعر التونسي رضا الخويني. ماهي بالفم لمحبة، ماهي بالفم لمحبة، لا فيها لا لو لنعم، في قلب العاشق مسكنها عروبة تجري مع الدم. المحبة ماهي بالفم لا فيها لا ولا نعم، في قلب العاشق مسكنها في عروبة تجري مع الدم. الأغنية هذية أنا في كتاباتي الغنائية دائما وأبدا لابد أن أختار التوجه أو الصيغة الشعبية، لكن الميزة في الأغنية هذه هو أنه كتبت فيها أنماط من الإيقاعات الجديدة، البيت في إيقاع ثم عملت ترديدة في إيقاع آخر، توبة توبة حرت معاك، توبة توبة شكوني راك، يعني لو ما تبدلنيش أكل حب وكل المحبة وكل عز اللي يمكن نهولك وكل تقدير، فأنا كذلك مراكش. القطعة هذه سلمتها إلى الفنان عبد الحميد ساسي، وقد كان ينوي أن يقوم برحلة إلى لبنان مع الفنانة زهيرة سالم، وسجلت هذه الأغنية بإذاعة لبنان مع الفرقة اللبنانية بقيادة عبود عبد العال، وهي من كلمات رضا الخويني وألحان عبد الحميد ساسي وغناء زهيرة سالم. وهي تتميز بشيء هو أن الإيقاعات في الأغنية الواحدة تونسي جزائري مغربي وليبي، يعني أغنية المغرب العربي.